كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إثما سلام ربي فلاون السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المجلس رقم 35 من مجالسي شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين بن السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة ما زال أكذي المفاهيم الأصولية قسعان الصلة قسعان العلاقة بفهم النصوص الشرعية لأنه أغفلكم قران ذا شوث أمكرا فهم نصوص الشريعة ربنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فقي الشريعة يقين أثشرعيث أتسان دي القران أتسان دي السنة ولكن باش نفهم نحوج الادوات نحوج مفاهيم نحوج وسائل باش نفهم لذلك ما نهضر في المفردات الحروف من نهضر في المفهوم المخالفه مفهوم الموافقه يا كثير مسالقي باش هذه التمثال يعني واضحه انفهم القران كل السنه اكني واثر زرمن بضد موضوع العام اللفظ العام إلى اللفظ العام، إلى اللفظ الخاص، إلى اللفظ المقيد، إلى اللفظ المطلق، إلى اللفظ إلى الناسخ، إلى المنسوخ، إلى المجمل، إلى المبين، المجمل، المبين، إلى الظاهر، إلى المؤول، يا كثير مسالة مرة أو كثير نحواجيث أنت. اللفظ العام ما عم شيئين فأكثر من غير حصر. ما ردي النظ اللفظ العام حينما يرد عاما مستغرقا لأكثر يعني شيئين أو أكثر من غير حصر ما دين عام عام خطر وكت تحصر هذا هو المحصور في بعض الصيغ العام بالمثال يتضح المقال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام مثلا ربي مديني الإنسان كلمة الإنسان ورد في القرآن كثيرا مدينا ربي سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني الإنسان كل ومفرده المفرد الإنسانيون ولكن ذاكي مدام ثلا ألف ولام في شم في الاسم في شم في الاسم تفيد العموم إلا ما استثني أو ما خصص كما سيأتي البيان ربي مدينة والعصر إن الإنسان لفي خسر ولاش وراش كيني خاطئ كيني سلكل ورخصير غارة كيني ذويني ربحا ربي إن الإنسان لفي خسر معنى كل الناس أماكن الصغاية أماكن الدين يا ربي سبحانه يوكث خلقيف وقيل معنى إيس غسلاد الإنسان مفرد يون ولكن المعنى إنس عام كل الخلائق يوكث خلقيف أكن مثلا إلا الذين آمنوا طبعا الاستثناء والحمد لله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيأتي البيان بعد حين إلى ذا صيغ النظام المفرد المحلى بأل التعريف بالألف واللام
المفرد أكيد دينا تجدين سبكي يكتفي يد المفرد المحلى بأل مثلا يمدينا ربي في سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع بيع يد البيع مفرد ولكن مدام المفرد إليه ألف ولام معناها تفيد كل البيوع كل البيوع من غير حصر ربو دينار مشار نزز مشار دينار مسرح مفرح أي غير ذيزيك خدم البيع عن طريق المقايضة ذيزيك عن طريق المقايضة يعني سمحتي أذن الشط حدي وربي شفاء كل المؤمنين شفاء جميع المرضى إن شاء الله المهمة ديال الصوت عن طريق المقايضة ولاش العملة يخص وذريم تغن زنوزون السلعة بسلعة فكذين يجوز يونا ذي الزنز الزيت باش دياغ تسمر الزيت أكون تسمر السلعة أكون السلعة تجي قرنص المقايضة الشرعي يجوزيت تجوز ذي الشريعة أي غر خطر بيند وأحل الله البيع دي قرض الحلال وزماد يقول لا أنا البيع السلعة بسلعة لا يجوز أي غر لا يجوز رب دينار لا يجوز هذه قر يجوز يا زنزك انت بغير البيع وأحل الله البيع وحرم الربا من بعد ثغال خاطئ غال ذريما تشمل السوق دغض السلعة سوى ذريم ثورة ساقي قليل زنوزون السلعة السلعة قليل خاطر إلا وذريم إلا التاويل زيك ولاش تاويلك ولاش تاويلك لذلك يرتشيوين بين قوسين الزكاة زكاة الفطر أي تجوز تفكض عينا تجوز تفكض نقدا تجوز زكاة تجوز زكاة وهو الصحيح خطر ذي الزيت ولا شي دري منك لو كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قد سفغ من العشاء الزكاة الفطرة الفضرة بيوزام لقور رمضان إلا قد سفغ قبل قبل تظليث العيد إلا وقال إمذن أذ سفغن إن سلمنا سفغن الفضرة واتسي سفغن زيك هاد سفغن ذغرم سفغن ذورن ذي السميد تيمزين ذي رذن ذي تمر ذي زفيف ذي نغمان بارك الله فيك وجي قلان ولو كان دينا الشرع إلا قد سفغض ذا ذريم وكسانا ذريم أنا وكسانا كو ذريم ماشي كل غاشي سانا ذريم ماشي كل غاشي سانا ذريم خص وذريم مليح إذ غاد سفغن أكني أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم سيض نغمان سفغ نغمان سيض زفيف زفيف تسمار ذا تسمار ثمزين ثمزين يرذن يرذن سفغ ولكن ثوري لا التاويل إلا وذرين وانت سفغن عينا سوين يدننا يجوز وانت سفغن نقدا ذا ذري ما تسفغ ذا ذري وكان يدنو فثورة يهللنا سنفعن أكار سنفعن يهللنا خطر الذي الشريعة ذا غير مقارن مقاصد مقاصد التشريع أغلوهم عن السؤال في هذا اليوم يهللا الفقراء إلى قسم كسغفل أسلعيذ وتخميم نارا إلى قسم سعد الدين العيذة من إثني أكوى من أمم الدنيا أكوى فرحني أكوى ذي العيذ مملل الفلس ميا الغشي بوين السميذ نبوين الروز ما ميا كان إن يد كان بكان سيخدمي الروزني إن يد كان مي فافد في فراث شدينات أدي الله فيه تشاكين يغوث في تسارك ويطاس في كنس ذاك الروز في كنس ذاك أورنا أرنو السين ذا في الزنز يقول سلي عزيز يروح هذه فرحنا غادي يروح هذه الزنز شريخ ذا زيد ولما إلا يفغى في الزنز وارثي غنفلاس
سي كتسغرى في الاساس راه داغسي سيت حانوت داغسي السوق وتسغرى في يون اسكام لي يجمع يغبار يرمل الى اخره من بعد تسغرى في الاساس داغا جديد سي داغسي السوق سوبر مارشي سوبرات نغمولاش بروفيتي نويضه ثغن فلس رخيص ما يسوى 10,000 ثغن فلس 5,000 صافي داغ السوق خرفن السوق والسوق الى قضي الوقت السعيره ذيلك ندير النبي صلى الله عليه وسلم اسمي السوثرن هذه خدم السومث السومث السوامي يعني القيم إنس الله هو المساعر تجي في قانون العرض والطلب تروز على السوق وتروزي على السوق ما يقوى العرض أترخيص ما إلى قليل العرض أذي قوة الطلب أتغلي إلى الميزان دي السوق ثان جاروثاك أطاسي قلان ثان جاروث كصدر غفل زمراكين يثرني ضا سغفل نرني سغفل خطر ما إلا ذا ذريمي قبوي تكسو سغفل سلتو ما يمين تلتيام قبل أديغ لبسان والراويس هثاني فرح هذه سعشوط مصروف أدي قضون وخامس ثاني فرح هذه سعشوط مصروف هذا واحد يغافر مولانيس في الدوض خاطر ميركب طاكسي في تخلي صارا السميد سيني في زوج كيلو من السميد ويا ما تيزي وزو سيني حوج غرا في كيدا دريم سمحي طولغ شوف نقطة ياكي في غادي نير ما يروح الميزان الشرعيث يتسيلي وخسار من بعد وأرثورا شحال يقول القرون من ميديا وذا رمضان تمشى ولين سلما هكينا ماشي ميديا وذا رمضان قريب ذي العيد وروح فروت وذا سيني موث في كضارة الفضرة ذين تستض من قوت أهل البلد رمضان كيتسي وعلق يريك نتسموت أذغاث فروحس ثيرضى سغفل من بعد يوني اقتنع سرائيكي هذه التيري في الغاشي ياكو ولكن مثل الفهامة ثلاث مسني هو كيجوز هو كيجوز ثم تفرم ثم سبت حواجة تروى سيكوندا فغات السفر السميد الثمزين يجوز السفر الزفيف يجوز السفر الذريم يجوز ها تفرم بما إلا نمسفهم إما نمسفهم أريد ظروف الصام وأحلى الله البيع ثورة ساقي ما زنزن عن طريق الانترنت ثورة أتضيون يقيم بقخام يتسغي زنزو وصل الانترنت عقود إلكترونية يجوز يا أخي ولاش لا تكنولوجي ذي الزمان الصحابة ولاش الانترنت ولاش مي ولكن ربي وأحل الله البيع والعموم في علم الأصول وفي علم اللغة إن ياك ما عم شيئين فأكثر من غير حصر ما تحصرهاش الاسم الجمع المعرف باللام الوالدات والدات جمع مصدر ال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع الاسماء المبهمه كلها تفيد العموم النبي عليه الصلاه والسلام من مبهم لا ماشي مبهم من اشو تفهم مسي من اي والو وتفهم والو من وقي مبهم غامض وريفانارا وقي ما يسد الجمله يفيد العموم يا اخي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكه ناس من دخل المسجد فهو امن وريخ ذي مرة الاقتناء اسيني كشيني 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 سلكض مي وياض ذني غير سفران ذني سفران النبي صلى الله عليه وسلم سفران الصحابه سيمكر المدينه هجرا جان ثمور ثمسن جان كلش او ماشي داين يسهلنا جماعه الخير هي لقد خلصنا لقد خلص هجرت
ولكن خاطي يلديس في بورا صلى الله عليه وسلم إناس من دخل المسجد الحرام فهو آمن. أوين يبغى السلاح يبغى تلويث أذيك شم المسجد ولا شوثي السامينة أثن دي العناية ذي الطمانة. عن بعد إناس ومن دخل بيته فهو آمن شم كسخامي هذا رد فغض زعما تلعبها رجلا وذيا كيفاش غولني ثغان المسلمون وغان اقوياء. ايه خرج من مكه ضعيفا وعاد قويا، خرج سرا وعاد جهرا، خرج قليلا وعاد كثيرا. الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه يكفى اول انتهى. من دخل بيته فهو آمن. الشمس خاميك يا سيدي قم كاد خاميك تخرين سلم من أدخل من شغال إنسان أفتح المكة أدخل من الطواف إلى آخره يرد أول نظن. ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن زعيم يعني في كيس القيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أغي السلمة ذي الحذاقة صرفقة وقيد الزعيم ماشي لامبورت أبو سفيان. ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمين. إف كيس الفضلي من تفيد الغموض تفيد الإبهام مبهمة ولكنها تفيد العموم. من لم يحدد هل هناك حصر؟ ما كان حصر. أي نظهر فلسطين عدم قد تكون استفهامية قد تكون شرطية قد تكون موصولة إلى آخره. كي يقول واحد مثلا أي الخدمات تطلب؟ أي الخدمات؟ أي الخدمات تطلب؟ صحيح لغة الخدمات خطأ، صحيح الخدمات خدمة ماشي الخدمات، الخدمة خدمات جمعها خدمات. بس أي الخدمات تطلب؟ معناتها أين تفغض إلا ياكل لي سيرفيس أين تفغض؟ أين أينما لا ثقت تفيد العموم. ذا شو أينما في المكان ومتى في الزمان كلاهما يفيد العموم. إمي دينار بالقرآن الكريم أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تفيد العموم الغلا العموم من غير حصر ولا شو رئيس الكين كينا وكاس الكار كما رد سلموث أضروح غري ونسفيطر اختروا وين تبغيضه أكيد أوف. ربي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اختر البرج العالي اختر وين تبغيض. أين غايقيت تفيد هي في المكان تفيد العموم عامة ما رسد في القرآن تفيد العموم. متى أيضا في الزمان تفيد العموم. متى حيثما أيضا تفيد العموم. حيثما ذا شو حيثما سبحان الله زمكانية أين مكانية متى زمانية حيثما زمكانية دوك لك مدين في صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أبقى ضربيا دث الله في كل زمان في كل مكان ماشي ذي الجزائر بلد ما يوزون ميجي وضا لندر نغ باغي اذيتش وثقيث لا خاطر ذي باري لا قاديفان سيفيليزي ذي الجزائر معليش انت صوزوما نوزوماك وخلاص مي عندني ظن خاطر ذي الجزائر هذه الظل عندني ظن وليش تظل لي ربي دي قرا قوض ربي ندث لي ماشي يوم ما الى غير الغاشي وريت سكر على ما واحد نسى ياكل صافي ثغال الخوف ربي نسى تطمنى خوف الله صمام امان ذيني مغدين في صلى الله عليه وسلم يستخدم ولقي حيثما تفيد العموم.
أقذ ربيا دث الليض في كل زمان وفي كل مكان إلى آخره. المخالف للعام هو الخاص، المعالف التخصيص، ذي التخصيص جماعة الخير كما كان ذي العموم في الله. حاجة مهمة، النكرة في سياق النفي، النكرة إذا وردت في سياق النفي أيضا تفيد العموم. ما لا إله لا نفي إله معنى ولا شك الألوهية كولاش، ولكن أدنظ بعد الإثبات إلا الله ولاش ألا ربي قلان سوى ربي قلان. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا إله ولاش إلا الله ألا ربي قلان واحد فقط ورسين أشري. وقد يعمم اللفظ عرفا، العرف عنده دور في التعميمة، العرف عنده دور في التعميم. مثلا يمدنا ربي في سورة الإسراء الآية 23 في الوالدين، فلا تقل لهما أف، سورة الإسراء الآية 23 ربي تسمسلي هضري الدريا أسنقار وقارثرا يمول نون أف أفاقي خفيف تفيد العموم، تفيد العموم أي غار عرفا. خطر كلمة أف خفيفة نسيق وعرنا كثار ما إلا تفضى الدريا أذكرني مولا نسوف ونسيق خام ونفقنا رفلسن سنتسكن رغل القوث سمحتي يا سينيني مولا فضويا قبل نمث قبل سمصد لان الدريا يقفغان أذورثني مولا نسن دي الحياة سنسن أسيني مولا فضوثا كل شيء وتسجثني من ونولو أم بعد مولا نفضون في كوالا سندقوري سمديث إسحزانا أبري مولا نسعدنا وليش كل شيء فغفو سنسن ألور للويض السواضني مولا غير شرع أخيري تشرع غفافا دي لا جستيس وليا كلنا ناكل. ولكن ربي ندوى فلا تقل لهما أف. إلى ذاك خلاف الأولى أصوليا، خلاف الأولى بمعنى إذا جرم هذا الفعل البسيط فغيره أولى بالتجريم، إذا منع هذا الفعل البسيط فغيره أولى بالمنع. مادام ربي سبحانه دي قارو قراي مولا الميم كلمة كي خفيفت أوف خفيفت وتقراي مولا اش انا نفهم؟ نفهمك وين النظام ممنوع أكثر مادام مشطوحي من عيث ربي مش راهي من عي صافي أين مقارن ممنوع من باب أولى. وكي ذي الميزان مزوارو الميزان والسين العرف هو الذي جعل اللفظ عاما، لأن المعروف عند الناس أي نتوسن سمذانا ما إلا أرز مرضار سنظي مولا أوف أخيني بابك فكيد ثغو سيهين سنظ عيغ أوف أستني في إمتي اللي سفكيد الكسب ومانا السغامان أستني أوف أسكمل تقدش تنون أوف أوفاقي غس خفيف ولكن غير سيدي ربي الزاي. لذلك تدخل عرفا
ومن باب أولى جميع صور الأذى الإيذاء بجميع صوره ممنوع من باب أولى من جهة وعرفا من جهة أخرى. إشبه ربي نمسفهم مليح أكا يعمم اللفظ عرفا وقدينا تجدين السبكي لدرجة أنه ولات أحيانا المفاهيم العرفية تطغى على المفاهيم اللغوية. لو كان الصينيون مثلا الولد ذي اللغة العربية يقصد بها قشيش قشيش، ولكن ذي العرف الولد معنى ذا قشيش، الولد معنى ذا قشيش، فالعرف يتسك المعنى يوول لينو الألفاظ كلها في الحقيقة ذا الأعرف اللي غنديو نواس ذا كيد كاع الزول ما تزيد الفاني يفقع يفقع في اللاس المعنى يزعف في اللاس عند اللي ظن يفقع ماشي ذوك المعنى المعنى يقاد يفقع ميذاكي عند لا المعنى يرفع يزعف. إذن الأعراف العرف معتبر، لذلك القاعدة الفقهية ثنات المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي نتوسن دي تعرفيث يغل ذا الشرط، يغل ذا الشرط أي غير خطر يتوسن ذي تعرفيث. العادة محكمة، قاعدة نظن العادة محكمة، تحكيم العادات أنظر لعويذ يمكن لعويذ أي غير ثورة وين فغندينا أرثاد دارت النظن أذي استقسيف لعويذ نسن ولاد الشيخ كيقرا الفاتحة يسأل عن الأعراف والعادات يقول العادة نتاعكم كيفاه لكي لا يصطدم. الاصطدام بالعادات والأعراف مشكلة مشكلة، لذلك الإنسان باش ينسجم مع المجتمع لابد من مراعاة الأعراف الدائمة الأعراف الثابتة المستقرة. المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة، والعرف مصدر من مصادر التشريع. إلا مصادر التشريع القرآن السنة الإجماع القياس قول الصحابي المصلحة المرسلة الاستحسان الاستصحاب سد الذرائع شرع من قبلنا إلى آخره، ودفض العرف. لذلك في التعريف الأصولي للعرف هو العرف ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل، هذا هو التعريف العرف. العرف ما تعارف عليه وسن لين لين مسفهم الفلاس واستقامت عليه أمورهم والفن قرزن كي نقرا نقرز اخويا تعرفيث نقرز. لذلك بعض الامور تعرفيث تسعى مازال ما الا مقموثي ولا ينطقيونا سيني او نسيت سالسنا قلا غدا وتسترو زيان تعرفيث هاكي وتبري زيان تعرفيث اسيض اشو توا ولاكي ايه عادي يجوز اخويا تسالس راس نسيب غادي زيزدي النبي عليه الصلاه والسلام نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. النبي عليه الصلاه والسلام يستقصى الناس الفلاني ميسعى طلافه الناس نسعى ان يصلوا على اخيكم اي باش غادي يفقن باللي طلافه ثوار طلافه الزيف ما الا الجدود مسفهام ساعة تعرفي ثقيل يعني ربي يجوز خاطر ولاش يشوي الحرام يجوز بالعكس خدم النظام النظام ذي النظام يخدم نقموثيون ذي نتقيون اميس نغ فافاس نغ اكماس نغ عميس
أسيني الغشي ونسيت ثلاثة أقلي ذا أقل أغذى تكسض أغفل في الله سونا يموثن وينك نسيت ثلاثة نفافك ثري ضاص الكوراج خطر نسيت ثلاثة سيفافك 100 مليون نغميتين مليون ولكن نسعر الكاغض نوتير ريكونيسونس دو ديت سيني والله يا رقيث المؤمنين يا ما شاء الله اللي غوكاذا ثورامي هانسى يموت الكاغض ولاش غادي ثورك واش يصل الكاغض نوتير الاعتراف بالدين مي سلا ولا قال يفرح سيني ربي الحمد لله مازال رقازن صافي ربحنا كذي لافير هاكوك وين يموثن هذيك سفلاس الدين بالك وين سي سمح بالك سي سمح النفس اسيني فولا قد النيض تجي غاس النفس في كيد كان 50 مليون دايا وسورتو ربي نادي القران من بعد وصيه توصون بها او دين دي قار قبل تفضو متريكا ليريتاج خلص الطلافه خلصوا الطلافه اكتوالاس ثيك تعرفيث تسقم تعرفيث او زولي تزول زيك او الزو هذه مثيون ميس ميساكي يسار راويس قد نطق جديد السن يير الغاشي اسيني شهدث مياكي انطلا ثورا يسعد دريا اقلا كوني حضرم الزي غرا ونمي ذقوم كان نمي يكفى وال الزو يكي قديم نزوالك القوانين دونيثا أول قانون دي فرنداكي قانون 1946 1946 في دي مصر اسميه قانون الوصية لا بروميير لوا تساكية 46 لكل الجدود نغزوار ناك ذي الجزائر 1424 ذي الجزائر 1484 صافي الجدود نغزيك حرش ندير شغلك تنظيم من شغل نسن تعرفي ثقيت لها مليح مليح اي غير تورس ثقيت صفت الدار في ساعه النظام تفرحوا غلا تفرحوا ساعه النظام فلا اسقرز ولا شويه تي السمسم فلا فلا ساعه الحرمه انت فلا انت الدار شبيك السلوغ اظن غتسمس اظن بيسديون الزمان لا يهوي لا ليبرتي ليبرتي سون ليميت حريه بلا حدود كان خدمه شوف غير هذو راه العين صار يدي فغن وثي السلوغ وهذه خدم ديك ساين يبغى اي غير اخويا هكا وضم كي يقولوا قل موسي ضرا تعرفي تسع القيمه العرف له سلطان انا عميه صافي لقد قيمت جور الى قد يسعوا القيمه مولي سعى القيمه هذه روح كلش هذه روحهم قران تفاميلت هذه روحهم قران بذروم هذه روح ذي روح كل شوالي ذي روح نتاك اوكان روبير انه غالا نروح انضع ياك باش نزر بهم ذي الشرع وربي القران يناد وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هذا القران هي. والعلماء سقرش انت مستقي مليح مليح وظن المدن الفتوى تتغير بالتغير الاعرف ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين الجزء الثالث الصفحة الثالثة إناد فصل تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والنيات والعوائد يعني العادات والأعراف إذن وقد يعمم اللفظ عرفا كما أسلفنا زيد التخصيص ما معنى التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده هذا التخصيص ما معنى التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده صافي لانت ليزيكسيبسيون يعني مخصصات إناد تجدين سبكي التخصيص قصر العام على بعض أفراده إكمل المدينة المخصص قسمان متصل ومنفصل القسم الأول المتصل إلى دو هو خمسة يعني خمسة أنواع سي خمسة يجي
ينادى الاستثناء ليكسيبسيون الاستثناء نسي عارفين في ديناد وهو الاخراج بإلا او احدى اخواتها الا تفيد الاستثناء بدينار ربي سبحانه والعصر يقول ربي سبحانه ان الانسان لفي خسر ياك تخلقيث نفهمت الانسان المعنى يستخلقيث ياك عام لفي خسر ذي الخساره ثم ديثيس الخساره من بعد الناد الا حسن الا تفيد الاستثناء وبذلك يخرج البعض من الخسران وليف غنك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكذلك مستثنون يساد مخصص متصل اسمس الاستثناء ولكن تجدين سبكند أو إحدى أخواتها ذا شوثنت أخوات إلا عادة نغما عادة أبار ما عادة إثلا والتمس اسمس سوى من قبيل نقرأ سوى الفلاني معنى استثناء إلا ذا والتمس اسمس خالة إذن تجي عادة سوى خالة إلا في كذا كي أخوات إلا هذا كدينا تجدين سبكي إن الاستثناء وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها أنتو تدينا لا ممكن شرحيت أنت تيستمثل إنس يخينا ود تجدين سبكي ذي الكتابة مختصر معتصر وساعة سفري ما يسديني يستمس دي قاروحة تقلبض نادي أتصفض أنت ذي استمس إن إلا هذا نفوت خالة سوى عادة الثاني الشرط أيضا يمكن بالشرط نخصص العام ذا شو دينا ننسى إناد كلام شوية دقيق إناد الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته طبعا يتحدث بلغة أصولية عالية جدا هذا الكلام لا يفهم أستدعي ذا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لا يمكن أن يفهم أين تفسر كانك استقبالي كانك استسويل ديني مثلا وجذاك أدشمناك والجامع إمزولا سوى وكذي فاكسينين وديك تشمل لا بون دارت كان ولا كيا تقلق فعلا لو كذي خدم الفاكسين وكذي خدم الفاكسين كورونا اشيني يك امزولا غادي تشمل الجامع صافي ياك تزلا غادي تشمل الجامع سوى وكذي فاكسينين هذا غادي يخدم الشرط وين راك الشمس مكلم في الفلاني بشرط هذه لي فاكسيني امثور يروح يوم للخارج ولا يركب لافيو الشرط بشرط وين فاكسين هذه الشم بشرط دو الرضا ماشي سوالف الحج خدمنا كارني د فاكسيناسيون الحجاج كل واحد حجة ولكن بشرط هذه سو اكارني الفاكسين بون بين قوسين فهمت الفاكسان واحد هذا هو الكيس يدي بوينه هوني فادي فاكسين تاعي من ربي ونفادي فاكسين تاعي من ربي
وذي بعض ربي البلا وغص ربي دونيس الأخر الموت يوث لأن وقاذي فاكسيني نموثن لأن وقاذي فاكسيني رموثن ذي لاجل لخكا كل يونس القناعين سيدي عين ربي. الثالث الصفة، الصفة ما إلا مثلا أسين السوق بوساقي أثكش من كان إفلاحا ولا هذا فلاح ولا غير إيش مال إلا قد يسعو صفة فلاح كاليتي فلاح مولاش خاطر. الصفة مخصص إلى العام أدى الصفة تخصص انسى ثري ريقي انسى ثري فكن تقيد تقلل تصغر تمنع أفرادا تمنع أفرادا هم مشمولون في لفظ العام ولكن جاء المخصص عن طريق الصفة فاستثنت الصفة مخصص. الرابع الغاية يمدينا ربي سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة الآية 29 حتى يعطوا الجزية إلى غاية حتى يعطوا الجزية. الخامس بدل البعض من الكل مثال ذلك أحسن الناس الأسخياء أنو كيجفنا كل غش الأسخياء لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أنوي إذ المؤمنين ومن كمال الإيمان إن دويني سعان صرف قيلهان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. بعد تجدين سبكينيك هذا الخامس نيك ولم يذكره الأكثرون يعني كثير من العلماء ما ذكروش. القسم الثاني المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل مثلا يمدينا ربي سبحانه وتدمر كل شيء سورة الأحقاف مثلا 25 ما دين الدمار الذي نزل على الكفار وعلى المشركين الذين انكروا النبوات ذكرت كلمة الدمار كثيرا في القرآن ولكن الحس عن طريق المشاهدة والحس هناك بعض الأمور مستثنات يهني مستثنى يهني مستثنى إذن كواد يقول الدين تسونامي يدي تروي كلش كل شيء معنى كل معنى عام ولكن هناك ما استثني عن طريق الحس أو عن طريق المشاهدة سولن ستيط سالمعاينة سالمشاهدة سالحس وجي مخصص إلى المخصص عن طريق العقل. ربي مدينا الله خالق كل شيء سورة الزمر الآية 62 ذكي الله عز وجل مستثنى من الخلق مستثنى من الخلق ذكي مسألة مهمة شوية في العقيدة ودقيقة ولكن مثال يذكر الله خالق كل شيء ربي سيدي خلقا كلش ودي سسري وانا ديني صافين سيدي خلقني مانيس لانت مسائل شويه دقيقه دقيقه بزاف دقيقه بزاف باش سيدي في كناطي كي شط حضر صدفت شوطه كان زياده ما ردي نضا ربي الذي كل مكان امشي تفهم حذر ديماجينيض باللي أمكن الدين ثغوسة دي ثغوسة ربثاً ذي كل شيء أمكن الدين أوذية دقيفكي أوذي لا دقيفكي من المرة دي فنوذي
ألا ما سندو 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 دفغت فروش تبوذي إيغي يفغد يفاند وذي يفغد ملمي تزريض باللي مي قبل ثنيض وذي يلا ذو يفكي تيدت ولكن ملمي ديفغ وحدس ألمي سندو 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 تفغد فروش تبوذي وحدس يقيم ديغي وحس نمس فهم ولا قرب لد الصورة يجد شمال المخيس مديني أربي ذم كل شيء لذلك بسين هذا الجواب الله عز وجل بحيلان ديلا وكذيني صلى الله عز وجل نعم في الاستواء في الاستواء قبل ذلك أي في الاستواء معلوم كيف استوى ربك على كيف استوى الرحمن على العرش ناس استوى كما أخبره على الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء المنزل عن الحلو والانتقال إلى آخره سيد على اسم سنان صف لنا ربك مصفق زي ربي سبحانه إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس لا يدرك بالحواس زمضار دين ضر ولا غرب يستطيعوا طفخت سفوسيو الريحة ينس سوانزرني سبحان كلمة تعظيم سؤال يقوى يفكاس الجواب يقوى صف لنا ربك إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس وسقرا ربي نشت بذرار ما نشتي جني خاطي همشي جني مخلوق ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء ديناك كين خدم يا إلا ربي إلا ربي كين قال فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سدست فرس يمسينا كي فرنسا ذا شو لقات نفهم كان لذلك مواضيع العقيدة إيمان حوايج بزاف حوايج البيان إلا وين نظن الإيمان كي كان يفلاحنا الخير يربح سنة ذي غيرك إلا ربي يا خكا لا الملائكة ما يغلد وقرود سيدوح أشخاص قارت مغارين زوار انتاس الملائكة الخير الرفح رحمة ربي وجد الإيمان قش كيف على بالك ما يبغى يونا ذي غرضك سلا غير لقى ذي عتسب شوية باش هذي فهمتي مسال مليح والعقل ثورة المطلق والمقيد المطلق والمقيد إلا إن التجدين سبكي المطلق الدال على الماهية بلا قيد ودفتر مثال يقرب هذا الأمر وسيأتي التفصيل درس وايض فردفتر كان كيف في قذق المطلق المقيد ربنا الوصية ذي القرآن الآية 13 مثلا من بعد وصية توصون بها أو دين الوصية تستمو مطلقة في القرآن غير محددة غير مقيدة إزمري ونذي وصي كلش أكوين إكساعة أما تسمور أما تسحنو أما دخان أسيني موغذكي يكو وصاق في اللسن يمغذاني هليل يثو جلي وجيل ولكن يساد السنة قرح بس إلى ثلث لوانتير ماكسيموم ما تساعد ستين جقطارا لوانتير في كيف خدم وصية تيستامون 20 هكتار إلا قد قيمنا 40 لدوتير قد قيمنا الورثة معناه تقييد الوصية بالثلث تحصين لحقوق الورثة حماية لحقوق الورثة ذيني مدين في صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير في حديث سعد صفي ذي القرآن وردت كلمة الوصية مطلقة بلا قيد هكذا دينا اسم استجدين سبكي
ولكن السنة قيدتها تخدم مسلقة اثنين كيلو انتير ثلث. المجمل اشو دينا ما لم تتضح دلالته مجمل ادفتغ مثال ربنا تزلف أقيم الصلاة. السؤال مش راه نزال كيف نصلي ونسينا راه يودي ضروري زري. ولكن في صلى الله عليه وسلم يناد صلوا كما رأيتموني أصلي. ظلث أكنيث ولم ظلغ. صافي الآية مجملة جلوبال من صحة التعبير. يناد ربي ظلث وخلاص. أمشي أنا نظل. البيان يسد السنة. السنة بينت مجمل القرآن. أربيد وآتوا الزكاة سفة العشور ذا غام كيرا السفة فاشو ونزرارا ذا السنة غيد يوسان ثناد أوعية الزكاة وين يسعني خرفيا أشرارا أشحال قلق ذي سعو باش ذي عشر ذي زكي وين يسعني زكارا ونسان النعمة ثم زين غير ذن الزيث زمور نشرة الصبا ونسان ذريم شحال شحال النصاب الذهب ذي الفطة الذهب لقد صعد 85 غرام ودي الزيف لسنة سكواز الفطة لقد صعد 595 غرام ودي الزيف لسنة سكواز صافي في كذاك ياك ودا الدوسانت ذي السنة. إذا الزكاة وردت في القرآن مجملة وآتوا الزكاة ولكن السنة ذن تثيغ ديفكان كل ديطايكي تفكير التفاصيل بينت مجمل القرآن. ذي الحج رب بدي قروا حد حجم يمشي هذا الحج تفاصيل السنة هي ديفكنن انوي ذي القارين انوي ذي المتمتع انوي ذي المفرد انسارت الوضوء امشي خمض لباس الاحرام الطواف انسارت الوضوء الطواف شحال اشواط سبع اشواط السعي بين الصفا والمروة امشيت الوضوء ضندت فوكو ضندا يكفي مسالك الوقوف بعرفات قبل ذلك المبيت بيمينا وبعدين الوقوف بعرفات وبعدين المزدلفة وبعدين يك تفاصيل هاكي عند دو سنت وسنتد ذي السنة المجمل مجمل القرآن فصل وبين في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ناد خذوا عني مناسككم أنخذ ما كني نخدم ننسى وكيد الحيج ماشي تحج ذاك انت فغيض خاطئ ذي القرآن ولاش التفاصيل وسنتد كان ذي القرآن مجملة جلوبال ولكن السنة بينت. هذا شو دينا تجدين سبكي البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج الشيء من حيز الإشكال. إشكال يعني كعرقنت السنظار شاد خدمض والزرذارة شاد خدمض إلى حيز التجلي أدفان من ما أدفان ما أدفان هذا ودنا هذا كان في الظلي في رمضان في الحيج وكذا كيا وكنت الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام تدي في جنان هذا مثال نظن. إذن سمحتي فمسألة كاين المجمل في القرآن شيء طبيعي إلى قد ياس أي غار خطرت لا السنة هي تفكر ربي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين يغدي يمر النبي عليه الصلاة والسلام مثل الخدم أين يفغينها ننتهي. صافي السنة هو المصدر الثاني في التشريع
ولكن علاقة السنة بالقرآن إما تكون سنة موافقة مطابقة، أي إن الذي القرآن يسدي السنة كيف كيف ربي يوم راغيد طاعة الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم يوم راغيد طاعة الوالدين، أين وقسم السنة المطابقة موافقة توفق أشوية ذي القرآن. إلا مقارن السنة المبينة كما شرحنا، إما بتخصيص العام، ربي مدينا في الميراث، إناد يوصيكم الله في أولادكم، تركة للذكر مثل حظ الأنثيين، أو إن يموثن تركي ستروح الورثين السيسن دراون سن الرويس، ولكن بعد الصلاة والسلام تخصص هذا العام. إن نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، الأنبياء مش اسمي مثل في صلى الله عليه وسلم سيد فاطمة الزهراء سين حبست تريك أن بذاء سويرنك خاطئ، الأنبياء أين دجال الصدقة وسارة ثلاث وسارة ثلاثة وياض وي وياض سانت ثلاثة يكو يكو الصحابة وكوكم كل يكو كامل يموت جد ثمورث مزير ثمورث. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا الصدقة. ذكي السنة خصصت عموم القرآن، عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وممكن السنة تقيد مطلق القرآن سلمس آية الوصية في آية 12 آية 13 من بعد وصية توصون بها أو دين، الوصية مطلقة تسد السنة قيدت ثنائك في ثلاثة لونتير ثلث. إما ذغ السنة صافي الناد، إما تخصيص العام أو تقييد المطلق أو تفصيل المجمل، تفصيل المجمل أي نديوس أنا ما كدنا مجمل جلوبال، السنة تفصله أربين الظلث النبي صلى الله عليه وسلم يفقنا دوكم كيرا نزال نستقبل القبلة نرضي فسنا أمشي على نركع أمشي على نسجد أكثي قذقي ودو سنتارة سنتد ذي السنة النبوية بهذه الهيئات. إلا ذا مثال آخر آية الكلالة، آية الكلالة ثوار أتي دغرغ الآية 13 من سورة النساء، وإن كان رجل ذاك سؤاله وين تفهمنا تدي السفهم باش نزر باللي إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أكيد هنا تجدين سبكي هذا نفك مثال الآية 13 من سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ذا شو تفهم امسي الآية ياك خطر وقت الصحابة ديجا الصحابة الآية قسم السلان ورد فهم نارا اشو تفهم امسي سلخل أول غروب المجال مفتوح للاجتهاد. تفضل مش تصوض امام فحي كي يدير كان السؤال يعني وان كان رجل يورث كلالة يعني دا شو تبغى وقيل معي كلالة في أصلها اللغوي من لا أصل له ولا فرع، أما أخسر أما أسول، ولكن أرمس فهمي ذي الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم، أمشى ذو النذير أرنس فهمت استقبالي أمومي أخ لأم مثلا أخ لأم لمن النسبة تعود ولا وين يموت كمل عاود كان ما يموت يون طيب، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، معنى الآية تنصرف إلى وين كنا راهي مثل درجاز نصمتوث، أما درجاز أما تصمتوث، لا ذاك الآية شو المعنى إيس؟ ما يموت ورجاز وإن كان رجل درجاز ذكر أو امرأة أرجزها ثمطوث يورث كلالة، معنى هذا الميت يورث كلالة، معنى هذا الميت لم يترك لا أصلا مذكرا ماشي مطلق الأصل، لا الأصل الوارث الأصل المذكر أو لا لا أو فرع وارث مطلقا. فكذي بتنزل وقت الصحابة دي جاءت وعر هي صافي باش ما نغلطوش، يعني يورث كلالة إشكال ونظر اش نخدم، نخرج من حيز الإشكال لحيز التجلي، وين مريمث مورس على الأصل المذكر لا فافاس لا فافاس بافاس لا فافاس بافاس بافاس وإن على ماشي جديس سيماس، ولا ثاني جديس هو كاين جديس هو كاين جديس، ولكن جديس سيماس وري ضرارة جديس بافاس نتاري أثرا الجد العصبي الأب الأصل المذكر الأب وأب الأب مهما على وإن على. آية الكلالة إذن باش نفهم أرجزني يقموثن أثمطوثني يقموثن ميلا ودي جار الأصل المذكر ودي جا لا فافاس لا فافاس بافاس مهما على جديس سفافاس ذا ولا قرا غادي يج فرع وارث مطلقا ورديجا لميس ليليس ليليس نميس ليليس نميس نميس لميس نميس يعني مهما نزل إلى قذيليك لازمت لي المسألة بهذه الكيفية، معناه وقي لا أصل مذكر ولا فرع وارث مطلقا، ولكن جد يمس سيمس نغ والتماس سيمس ماشي دي شقيقا والتماس سيمس نغ يمس سيمس نغ يمس سيمس وكذا كاش حلر ورث ما يوني قلان أما ذرقة زما تصمتوث السدس في ستة أنسيزيان ما إلا ربنا فإن كانوا أكثر من ذلك يوان سين ثلاثة سين ونغ أكثر أما ذات مثل السين مسكن
أما ذي استمسي مسكن أما خلظا يسعى أثمثني السيمس ويسعى يستمس السيمس وكذاكي ربي ند فهم شركاء في الثلث بدينا شركاء المعنى يس أذفظن سواسوا بالتساوي ماشي أمثمثا إشقيقا أكو ذثمثا سبباس خلفا يول ما يجد يمس شقيق أكو ذول تمس تشقيق ورفضتنا كيف كيف للذكر مثل حظ الأنثيين يمس ذيوي دوبل بولتمس ضعف إما يجد يمس سبباس أكذ والتمس فذس كيف كيف تطبق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ميلا سيمس كان خاطي هم شركاء في الثلث لا تطبق القاعدة كيف اللسن أم قشيش أم ثقشيش ثم يمس يمس أم سولتمس أم التمس يمس أذورثن كيف كيف بالتساوي وكذاكي ورثني حجفن أثمثن سيمس أثني حجفن الأصل المذكر حجب حرمان حجب إسقاط وأثني حجب الفرع الوارث الفرع الوارث مطلقا وقوال السليغ جارن ثالويث أرثي مليليث سلام ربي في اللون.